آخر مشارك لنا الشوط الأول من هذه المسابقة وليتفضل رئيس جمعية آباء وأولياء وأمهات أجداد وبلاد من أجل اختيار آخر مشارك لنا الشوط الأول من هذه المسابقة المباركة آخر مشارك هو من قسم الإعدادي شكرا بوكري زمان شكرا جزيلا سمحينا سامح الشيطان الرجيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون والآن مع أستاذ والفنان الكبير والمقتدر سيدي هشام Thank you.
الله.